أنا الآن في بداية الطواف باستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحومة الحاجة رسمية عيد سعايدة أم عدوان من عرب الغريفات الزرازير رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأذل نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا وما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح لها في قبرها مد البصر وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم احميها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.